السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية فتح عدد من أوراق العمل وتسميتهم وتعبئتهم تلقائيا في وقت واحد وبثواني معدودة. لنفترض أنه طلب منك أو احتجت أن تقوم بإنشاء 30 ورقة عمل، كل ورقة عمل تمثل يوم من الشهر، وتقوم بتسمية كل ورقة عمل باسم يوم من الشهر. الطريقة اليدوية هي أن تقوم بالنزول في أسفل برنامج الإكسل وتقوم بالضغط على إشارة الزائد، فيتم إدراج ورقة عمل جديدة، ثم تقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس وتقوم بعمل إعادة تسمية، ثم تقوم بإضافة اسم الشهر مثلا 1 مارس، ثم تقوم بإعادة وتكرار العملية مرة أخرى من خلال الضغط على زائد، وتقوم بعمل إعادة تسمية مثلا 2 مارس، وهكذا حتى تقوم بعمل 30 ورقة عمل. طبعا توجد طريقة في برنامج الإكسل تمكنك من فتح أي عدد تريد من أوراق العمل وتسميته وتعبئته تلقائيا في وقت واحد وبثواني، طبعا سواء كانت التسمية لتواريخ معينة أو لأسماء موظفين أو لأي شيء تريده. نبدأ على بركة الله. في البداية نقوم بكتابة أسماء أوراق العمل التي نريدها. في حالتنا هذه تواريخ الأيام الخاصة بشهر 3، نقوم بوضع 1/3. تلاحظ أنه تم إدراج 1 مارس بشكل تلقائي. نقوم بسحب الخلية إلى الأسفل بهذا الشكل ليتم إدراج التواريخ إلى آخر الشهر، إلى 31 مارس كما تلاحظون. نقوم بتسمية العمود بأي اسم، مثلا التاريخ بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بوضع مؤشر الماوس داخل هذا العمود، ثم نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب Insert، ومن مجموعة Tables نذهب إلى Pivot Table أو جدول محوري. تنبثق لنا هذه النافذة. تلاحظ أنه تم تحديد نطاق الخلايا التي تحتوي على التواريخ. نقوم بالضغط على OK. تلاحظ أنه تم تحويلنا إلى ورقة عمل أخرى وإدراج Pivot Table Field. تلاحظ في هذا المكان وجود التاريخ، وهو اسم العمود الذي قمنا بإضافته قبل قليل. التاريخ، هذا الاسم موجود في هذا المكان. الآن نقوم بسحبه ووضعه في مربع فلترز بهذا الشكل. تلاحظ أنه تم إدراج التاريخ في ورقة العمل في هذا المكان وبجواره خلية تحتوي على قائمة منسدلة. الآن نقوم بوضع المؤشر على الخلية التي تحتوي على التاريخ بهذا الشكل، ثم نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب Pivot Table Analyze، ثم نذهب إلى مجموعة Pivot Table ونقوم بالذهاب إلى Options ونقوم بالضغط على الزر المتجه لأسفل بجوار كلمة Options. تنبثق لنا هذه النافذة. نختار Show Report Filter Pages، نقوم بالضغط عليها. تنبثق لنا هذه النافذة، نقوم بالضغط على OK. تلاحظ أنه بشكل تلقائي يتم إدراج 31 ورقة عمل، كل ورقة عمل تمثل يوم من التاريخ الذي قمنا بإدراجه قبل قليل، 1 مارس، 2 مارس، 3 مارس إلى آخر أوراق العمل كما تلاحظون. واحد وثلاثين ورقة عمل، وهي التي قمنا بإدراجها في ورقة عمل شيت 1. تلاحظ أن خلية التاريخ الخاصة بالبيفت تيبل أو الجدول المحوري موجودة في كافة أوراق العمل كما تلاحظون. لو ذهبنا إلى أي ورقة عمل تلاحظ أن البيفت تيبل لا زال موجود في كل أوراق العمل كما تلاحظون. مثلا لو ذهبنا إلى 28 مارس موجودة فيها، لو ذهبنا إلى 21 مارس موجودة فيها. لإزالة البيفت تيبل من أوراق العمل جميعها نقوم بالنزول إلى أحد تبويبات أوراق العمل ونقوم بالنقر عليها بالزر الأيمن للماوس ونختار Select All Sheets. تلاحظ أنه تم تفعيل كافة أوراق العمل وتلوينها باللون الأبيض. الآن لو قمنا بالذهاب إلى الصف الذي يحتوي على التاريخ والخلية المجاورة له وقمنا بتظليله بهذا الشكل ثم ضغطنا على Delete، تلاحظ أنه تم حذف الخلية الخاصة بالبيفت تيبل أو الجدول المحوري من ورقة العمل. الآن لو قمنا بالرجوع إلى تبويب ورقة العمل وقمنا بالضغط عليها بالزر الأيمن للماوس واخترنا Ungroup Sheets، تلاحظ أنه تم إزالة التفعيل عن كافة أوراق العمل. الآن لو قمنا بالذهاب إلى أي ورقة عمل تلاحظ أنه تم حذف الخلية الخاصة بالبيفت تيبل أو الجدول المحوري
من كافة أوراق العمل كما تلاحظون. لأنه افترضنا أن هذا الملف خاص بالحضور والغياب مثلا، وأردنا أن نقوم بوضع عمود يحتوي على كافة أسماء الموظفين وساعة الحضور وساعة الانصراف، وذلك على جميع أوراق العمل. طبعا يمكننا ذلك بكل بساطة من خلال النزول إلى الأسفل والضغط بالزر الأيمن للماوس على أحد تبويبات ورقة العمل. نقوم مرة أخرى بالنقر على Select All Sheets فيتم تفعيل كافة أوراق العمل وتلوينها باللون الأبيض. الآن لو قمنا مثلا بلصق أسماء الموظفين مثلا في هذا المكان، حوالي 21 موظف، العمود الأول يحتوي على رقم الموظف، العمود الثاني يحتوي على اسم الموظف. الآن في العمود التالي لو كتبنا مثلا ساعة الدخول، والعمود الثاني مثلا ساعة الخروج ثم ملاحظات، وقمنا بتنسيق الجدول بهذا الشكل. الآن لو قمنا بالنزول للأسفل إلى تبويب ورقة العمل وقمنا بالنقر بالزر الأيمن للماوس واخترنا أن جروب شيتس، تلاحظ أنه تم إزالة التفعيل عن كافة أوراق العمل. الآن لو ذهبنا إلى أي ورقة عمل أخرى تلاحظ أن الجدول تم إدراجه في جميع أوراق العمل كما تلاحظون هذا الشكل. الآن لو أردنا أن نقوم بتلوين مثلا صف العناوين في كافة أوراق العمل، نقوم بالرجوع إلى تبويب ورقة العمل ونقوم بالنقر على Select All Sheets ونقوم بالذهاب إلى صف العناوين ونقوم بتظليله، ثم مثلا نقوم بوضع لون معين ونقوم مثلا بعمل بولد وتوسيع الخلايا. الآن لو قمنا بالنزول إلى تبويب ورقة العمل واخترنا أن جروب شيتس يتم إظهار هذا التغيير على كافة أوراق العمل كما تلاحظون. طبعا ما قمنا بتطبيقه على التواريخ يمكنك تطبيقه على أي شيء تقوم بإدخاله في نطاق معين من الخلايا. مثلا لو كان عندك عمود يحتوي على أسماء موظفين وأردت أن تقوم بعمل ورقة عمل أو شيت خاصة بكل موظف، يمكنك ذلك بنفس الطريقة السابقة. نقوم بوضع مؤشر الماوس داخل الجدول ثم نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب Insert، ومن مجموعة Tables نذهب إلى Pivot Table ثم نقوم بالضغط على OK. تلاحظ أنه تم تحويلك إلى ورقة عمل Pivot Table. نقوم بالذهاب إلى أسماء الموظفين وهو اسم العمود ونقوم بسحبه ووضعه في مستطيل الفلترز بهذا الشكل. تلاحظ ظهور خلية أسماء موظفين وبجواره خلية تحتوي على قائمة منسدلة. الآن لو قمنا بالضغط على هذه القائمة المنسدلة تلاحظ ظهور كافة أسماء الموظفين الموجودين في العمود. من هذه النافذة نستطيع أن نقوم باختيار أو استثناء أسماء من إضافة ورقة عمل لهم. الآن وضعنا علامة الصح في مربع اختيار Select Multiple Items ثم ذهبنا إلى All. الآن نقوم باختيار الاسم الذي سنقوم بإنشاء ورقة عمل له من خلال وضع علامة الصح في مربع الاختيار الخاص به. مثلا لو أردنا أحمد مسعود، خضر رائد مثلا سعيد السيد، رائد السيد مثلا، خضر زهير، هذا الاسم وهذا الاسم وهذا الاسم. الآن تم اختيار 8 أسماء. الآن ضغطنا على OK ثم ذهبنا إلى علامة تبويب Pivot Table Analyze ثم ذهبنا إلى Option وقمنا باختيار Show Report Filter Pages ثم ضغطنا على OK. يتم إدراج أسماء الموظفين الذين تم اختيارهم وهم 8 أسماء، الاسم الأول، الثاني، 3 4 5 6 7، ثم الاسم 8 الأخير. تم إدراج أوراق عمل لهم بشكل تلقائي. لإزالة هذه الخلايا الخاصة بالبيفت تيبل نفس الشيء نقوم بالنزول إلى أحد أوراق العمل في الأسفل ثم نقوم بالضغط بزر الأيمن للماوس ونختار Select All Sheets. تلاحظ أنه تم تفعيل كافة أوراق العمل. الآن نقوم بالذهاب إلى الصف الذي يحتوي على خلية أسماء الموظفين ونقوم بتظليله بالكامل ثم نقوم بالضغط على Delete فيتم حذفه بهذا الشكل. الآن لو ذهبنا إلى أي ورقة عمل وقمنا بالضغط عليها بالزر الأيمن للماوس واخترنا Ungroup Sheets يتم إزالة تجميع الخلايا، وتلاحظ أنه تم تطبيق الحذف على كافة أوراق العمل. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.